اسمحوا لي ان انا اشكركم لان انتم عايشتونا. استنى بس الراجل الحقيقي. عايشتونا في الحقيقه اللي بتعيشها اسر كتير بتقدم ابنها شهيد او حتى مصاب. فالعمل الدرامي دايما بيدي فرصه لينا كلنا انه يسجل وقائع يمكن احنا مش بنعيشها كلنا، لكن بالطريقه ديت بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد ايه الثمن اللي دفعته اسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد او بقى مصاب. بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضو، هو شهيد ملو الدنيا برضو، لكن هم الأهل بيبقى طبعا فراق الابن أو الزوج أو الأب صعب. فأنا بشكركم الحقيقة على ده، وبقول لكم أنا الكلام ده قلته قبل كده إن يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن في تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش. فأقل تمن ندفعه إن إحنا نحافظ على اللي هم ضحوا من أجله، اللي هم شبابنا زينة شباب مصر من كل حتة، من جيش وشرطة وقضاء وحتى المواطنين العاديين قدموا ده وهم يعني الكلام اللي قاله نور صدقوني كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه، اللي بيعيش معاهم حقيقة أو حتى صف ضباط والجنود بيقولوا الكلام ده، بيقولوه جوا مع نفسهم لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة، فهم عايشين فكرة الشهادة وكده، فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش. الكلام ده هم بيقولوا صحيح، ولو أنتم رحتم شفتم الوحدات ديت سواء كان في هنا اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جوا سينا هتجدوا الكلام اللي قالوا نور ده حقيقي، والأفلام اللي بتجيبه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشينه. عنده زوجة وعنده طفل محتمل لكن ما قالش هقعد لغاية لما الطفل يجي رجع، وده حقيقة بتحصل كتير. ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية واللي ممكن يقدم للناس ويقول لهم شوفوا دي بيوت مصرية، دي بيوت مصرية عادية خالص، متوسطة أو حتى أقل من متوسطة، يعني ما عندهمش غير نفسهم يقدموا أكتر حاجة يقدموها. بشكركم، شكرا جزيلا.